إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم.